إلى تطورات الملف الفلسطيني، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 28,576 فلسطينيا وإصابة 68,291 آخرين جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. وأضافت وزارة الصحة في غزة أن الساعات 24 الماضية شهدت استشهاد 103 فلسطينيين وإصابة 145 آخرين. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها المكثفة وقصفها المدفعي على أنحاء قطاع غزة لليوم 31 بعد 100 على التوالي، حيث استشهد وأصيب العشرات جراء استهداف منازل في دير البلح والنصيرات بوسط القطاع. كما أطلقت قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين بمنطقة القرارة شمالي شرقي خان يونس جنوبي القطاع وشرق المغازي. كما استهدفت قوات الاحتلال مركبة مدنية في شارع الجلاء وشمال مدينة غزة، وطال العدوان محيط مسجد في حي الزيتون بمدينة غزة، وشهد شرقي مدينة رفح قصفا مدفعيا مكثفا بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.